الخير حبايبي، لما تبلش يومك بهيك سفره وهيك ريوق فاعلم ان نهارك بيرفكتو. ماخذكم اليوم برحلتنا بهذا البلوج الجميل، اربطوا الاحزمه وخلي ننطلق. يلا هاي الطيور دا نشمسها خطيه، يعني اليوم شويه الجو حلو فمن حقها تتشمس. هذا الطفل كردي بس ما يعرف عربي، تعلمها من الكرتون، يحكي عربي فصحى بس، فاليوم راح اشوفكم شلون يحكي. هلا هلا، وهسه نشوف الفيديو كامل. يلا اهلا يا بروار. اهلا، كيف حالك؟ انا بخير وانت؟ انا بخير. من اين تعلمت العربيه؟ من الكرتون. من الكرتون؟ نعم. تكلم لي عن حالك بالعربيه. حسنا، أنا أيضا أنا أذهب إلى مكان، وأيضا مكان يقول الناس تكلم معي في العربية، وأنا أيضا أتحدث العربية كثيرا. جميل، غني لي بالعربية. نعم، سمعت في تعزفين كم عجبني عزفين، ما أحلى حيث أنت تعزفين لسلوكك المكان، ما أجمل أن أشعر أنت حين تعزفين يس الجو بالألحان، عندما تعزفين يبدأ الليل باللمعان يس بك المكان. طيب غني لي باللمعان. غني لي بالكردي. طيب غني لي بالإنجليزية. هلاو هلاو لسي كالاو هلاو 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 لسي هلاو هلاو. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقائي. مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء. دا نزل لكم صور الريوق على الإنستغرام، شوي أقهركم يعني ما أقدر، لازم أقهركم يومية بالأكل. فاللي ما متابعني على الإنستغرام خلي تابعني، هذا الإنستغرام مالتي. يلا الإصدار الأول كتاب نهضة الأنبار لأحمد عودة صديقي، الكاتب هو أحمد عودة، فموجه لي دعوة، فرايحين هسه ماخذيكم شوفكم الأجواء شوفكم ماكو هناك. يلا وهاي وصلنا للإيفنت هنا، سلسلة نهضة العراق. هذه قاعة الإيفنت، هسه راح يبلش الإيفنت فانتظرونا. يا أبو هذا الحلو مالتنا الخبير الاقتصادي صديقي احمد عودة، احنا اكو قاسم مشترك بيناتنا، اثنيناتنا بناتنا اسمهم ليان. اي والله صحيح، مش ليان اسمه يا ليان. اي مبارك عليك انطلاق سلسله نهضه العراق باول اصدار هو سلسله الانبار. مرهوم المبدع صديقي، شكرا لك وجودك ودعمك كلش، هذا يعني ان
أشكرك تستاهل والله. أنا العراق بحاجة إلى الشباب، بحاجة إلى يعني فكر شبابي حتى نقدر نواكب التطور اللي دي يصير. إن شاء الله إن شاء الله رب. إنت واحد نهضة سامرة. لازم نهضة صلاح الدين. نهضة صلاح الدين إن شاء الله. أحكي لنا عن فكرة الكتاب شوية. أول شيء هذا الكتاب يبعث الأمل للناس، يعني يخلي الناس تحس إنه أكو عندهم فرصة بإعادة الإعمار، وكل ناس حققت النجاح قبل هذا. والنقطة الثانية الأهم يركز عليها إنه الناس لازم تعرف إنه هي له دور بهذا الحملة إعادة الإعمار. هو المتضرر من الإرهاب، بالتالي لازم هو اللي يستفاد من هاي الحملة ومن هاي الإيرادات ومن هذا الاقتصاد اللي راح ينهار. لازم هو اللي يكون المعني بالموضوع الرئيسي. إن شاء الله بالتوفيق. معناها إنه تعزز إنه فكرتي إنه لازم نشرك الشباب والفكر الشبابي كل شيء حتى نواكب شوية. طبعا عزيز برهوم الشباب يشكلون العراق 65%. حلو. يعني طبعا كلش تعجبني هاي النسب، يعني 65% يشكلون يعني نسبة كبيرة. أي. يعني تحكي انت عن ملايين. اي. ف 65% هم اللي ما ماخذين دور، هم المقود. احنا لازم نقود بالضبط. 65% معناته انت الأغلبية، المفروض القيادة لك. ان شاء الله بالتوفيق لك يا ربي. هسه راح نشوف شرح تسوي بليف ان شاء الله، راح تقدمونا فابقوا ويانا. يلا والله شكرا. مساء الخير، حياكم الله وشكرا استاذ احمد على الكلام. اولا بالمبروك لكل العراقيين، انه الحمد لله اليوم عندنا صدف قريب على يوم النصر للانتصار النبي الحمد لله على الارهاب. تحية لكل من شارك بإنقاذ هذه الأرواح. شلون احنا نساعد المتضررين من الإرهاب ونحاول إعادة دمجهم بالمجتمع، يرجعون يعيشون حياتهم الطبيعية اللي هي السابقة أصلا ما كانت هي بذيك الروعة حياتهم السابقة، ولكن على الأقل يستعيدوا عافيتهم، تأخذ من خلالها حققوا النجاح في إعادة الإعمار. أنا ليش أقول إنه إحنا لازم نحقق نجاح في إعادة الإعمار؟ لأنه إحنا فشلنا التحقيق في إعادة الإعمار بعد 2003، فشلنا فشل ذريع، مع العلم إنه صندوق الإعمار بعد 2003 كان من أضخم صناديق إعادة الإعمار بالعالم، كان يتجاوز 180 مليار دولار وما تحقق أي شيء ولا اتجهنا باتجاه أي نمو اقتصادي أو حتى عمراني. فلازم إحنا نوجه الشباب إلى وظائف جديدة، نخلق لهم مساحات جديدة يشتغلون بها. فأنت اليوم تحكي قطاع النقل المهمل اللي هو على ثلاث منافذ في الأنبار، هذا القطاع ممكن يستوعب مئات الآلاف من الشباب العربيين على الأقل. وجودي بيناتكم هو من أكثر يعني الشرف وأكثر اللحظات الحلوة اللي شفتها بحياتي. شكرا لكم وشكرا جزيلا، وأتمنى يا رب تستفادوا من الكتاب. ونتفضل شوي نور كيف هسه؟ تفضل نقصوا الكيكة مع الحفلة ونحتفل ونرجع. نكمل وياكم لأنه بعد ما خلصت حكي من الرواية. هاي ليان اللي قلت لكم عليها بنت أحمد، نفس اسم بنتي. شو اسمك؟ ليان. وانتي شو اسمك؟ نويا. نويا ما شاء الله كلش حلوين. شفتي بنتي ليان؟ من احلى انت لو هي؟ ها؟ لا من احلى؟ من احلى هي لو انت؟ لا لا واحدة اختاري، منو انت احلى؟ يلا حبيباتي. شوفوا منظر الغروب، اربيل كلها منا من فوق، احنا طابق سابع تقريبا، فالمنظر كلش روعة. وهذا الفيو من جهة ثانية نشوفه، هذا شارع 60 وهذا اربيل كلها. المبدع ابراهيم شوراب المتألق، كل الاحترام والحب للاعلاميين، شكرا لكم واتمنى يا رب ان نلتقيكم بفرصة افضل ان شاء الله. شكرا لكم. يا بي خلصنا الايفنت اليوم ويانا استاذة اصيل شاهين ومعمار. شلون كان الايفنت؟ كلش حلو وعقلي. كلش حلو، دا يدعم الطاقات الشبابية واحنا ويا دائما الطاقات الشبابية، ف
فان شاء الله يا رب يكون مشروع نتعلم منه كلياتنا، فخلينا نشوف شو عندنا. ما عندنا دعوه ونتمنى التوفيق. اكيد والله ان شاء الله يا رب. يلا سلام. جينا المجدي مول وبلشوا يزينوه على اعياد الكريسماس، كل مزينين. بابا نويل هالسنة نازلكم بالباراشوت، دير بالكم قفلوا باب السطح. وهذا لك اليوم. شفتك سمير. سمير. واللي يحب يتابع يومياتي هذا سنابي وهذا انستغرامي، ولا تنسون لايك وشير، والله يزيد الخير.